نروح بقى للصحافه الرياضيه ومقر جريده البوابه نيوز، موجوده هناك زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم اللي هنتابع معاها اهم المستجدات والاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع. هنا صباح الخير عليك، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي، ومن موقع البوابة نيوز هاخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. والبداية من البوابة نيوز، اليوم غلق باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة. النهاردة الساعة 4 العصر هيتم غلق باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري اللي مقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل. يعني كان تقدم أمس المحامي محمد القاضي الممثل القانوني للقائمة الانتخابية الأولى برئاسة جمال علام بأوراق ترشيح القائمة، واللي بتضم جمال علام رئيسا، خالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، ودينا الرفاعي. بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية واللي بتضم خالد أبو الوفا، عادل سلومة، وعزة أبو الخير. يعني دي القائمة الوحيدة الوحيدة اللي تم ترشيحها رسميا. ومن جانب آخر، أعلن وزير البترول الأسبق سامح فهمي أمس خوضوا انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة وتشكيل قائمة أطلق عليها ائتلاف قائمة إنكار الذات. والقائمة بتضم المهندس سامح فهمي رئيسا، اللواء مجدي اللوزي نائب للرئيس، وعضوية كل من محمد الطويلة، محمود حسين، أحمد حسن، ماجد نجاتي، عدلي القيعي، حسين عفوا عبده، ورانيا علواني. يعني لسه حتى الآن لم يتم ترشيح القائمة بشكل رسمي، ولو استمر الأمر على هذا الحال وعدم ترشيحهم رسميا هيعني فوز قائمة جمال علام بالتزكية. ومن الشروق، خمس مباريات في انطلاق الجولة السابعة اليوم. النهاردة هيتم استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد توقفه لمدة 23 يوم، ده طبعا بسبب بطولة كأس العرب اللي كانت بتقام في قطر 2021. النهاردة هيشهد الدوري خمس مباريات قوية الحقيقة. البداية هتكون بين فاركو والمصري، المباراة هتكون في استاد برج العرب في تمام الثالثة عصرا. كمان غزل المحلة هيواجه البنك الأهلي في استاد المحلة الساعة 5:30 مساء. كمان الجونة هيواجه إمبي في استاد خالد بشارة الساعة 5:30 مساء. الاتحاد السكندري هيواجه سيراميكا كليوباترا في استاد الإسكندرية في 8 مساء. وأخيرا مصر المقصة هتواجه إسترن كومباني في استاد الكلية الحربية الساعة 8 مساء. ومن الشرق الأوسط، فيفا يدعو لقمة عالمية مع الاتحادات الأعضاء لدعم إقامة المونديال كل عامين. يعني كان قدم اقتراح في الفترة الأخيرة، والحقيقة أنه أثار جدل كبير جدا في الساحة العالمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإقامة كأس العالم كل عامين بدل من كل أربع أعوام. يعني هو حاليا بيقام كل أربع أعوام. الحقيقة أنه هذا الاقتراح زي ما قلت أثار جدل كبير جدا في الساحة الرياضية بين مؤيدين ومعارضين. يعني الحقيقة أنه المعارضة كانت من الاتحاد الأوروبي والأمريكي الجنوبي، من جانب آخر كان لقى تأييد من الاتحاد الأفريقي والأسيوي، وأيضا الحقيقة لقى ترحيب كبير جدا من مشجعين كرة القدم، اللي كرة القدم طبعا بتعتبر حاجة كبيرة جدا ليهم. يعني لسه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار حاسم هل هيقام كل عامين أو كل أربع أعوام، لكن في غضون الأشهر القادمة هيتم أخذ هذا القرار. أخيرا من موقع كورة، تأجيل خمس مباريات في الدوري الأمريكي للسلة. بعد ارتفاع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا تم تأجيل خمس مواجهات في دوري كرة السلة. طبعا يعني ده بعد كان قررته رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، بما في ذلك ثلاث مواجهات كان المفروض يتم إقامتهم أمس. يعني المواجهات هي كانت بين بروكلين نتس ودنفر
ناجتس، بروكلين نتس وواشنطن، كليفلاند واتلانتا هاوكس، فيلادلفيا ونيو اورلينز. طبعا بنتمنى كل الشفاء العاجل لكل اللاعبين، يعني ان شاء الله بقى جائحه كورونا تنتهي قريبا ونرجع لحياتنا الطبيعيه مره اخرى. يعني دي كانت جولتنا اخبار الصحف الرياضيه اليوم، العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كل الشكر ليك يا زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه التغطيه المتميزه.